خلونا في البداية قبل ما نتكلم عن أحوال الطقس نتعرف مع بعض عن أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من القاهرة وتحديدا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لنص كوبري غمرة. كوبري 15 مايل متجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، وشارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد كمان سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. في كثافات نسبية عند الويلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، وكمان في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، لكن المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. نروح معاكم لمحافظة الجيزة وتحديدا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة، كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني. بالنسبة لشارع فيصل ففي كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. هنروح لطريق المحور القادم من أكتوبر، في كثافات مرورية قبل الدائري وبتستمر لحد سلم أرض اللواء، وبعد كده بيكون في سيولة مرورية في شوارع المهندسين وحتى كوبري 15 مايل، لكن متجه إلى كوبري أو لأكتوبر في سيولة مرورية. أكتوبر بقى شهد طريق الواحات بعض الكثافات المرورية المتقطعة لأن انتظمت حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائري وصولا إلى مناطق دريم، لكن ظهرت كثافات متحركة للقادم من مناطق الفردوس وصولا إلى مول مصر وكمان مدينة الإنتاج الإعلامي. ظهر التباطؤ في حركة السيارات أمام القادم من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولا إلى حدائق الأهرام ووصل الدريم حتى منطقة الأعمال. نروح معاكم محافظة الإسكندرية وشارع جمال عبد الناصر، في كثافات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. كملين جولتنا ونروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية. على طول الشارع كمان هنلاحظ ان في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. في ايضا كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى اسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة اطمئنان على حالة المرور، خلينا نطمن مع حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس النهاردة شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 36، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 30 درجة، وكمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا، قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايق وشلاتين وأبو سمبل وأسوان إلى العظمى فيها تكون 42. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.